يعني صراحة رؤساء الكنائس حتى في إصداراتهم الأخيرة استغربوا هذا الصمت الدولي وعدم رؤية أي تحرك دبلوماسي صريح واضح ما بين أي دولة من الدول خاصة الأوروبية والغربية اللي هي عندها علاقات قوية مع إسرائيل، لم يتحركوا أبدا، بل بالعكس يعني كان في صمت، وهذا الصمت أيضا هو بيشجع هذه الحكومة وبيشجع المتطرفين أنه يزيدوا من لذلك طلب رؤساء الكنائس حماية دولية ورفعها إلى الأمم المتحدة ورفعها إلى الفاتيكان اليوم، حتى أنه بيقولوا أنه في الفاتيكان عم بيتم دراسة رد فعل قوي بشأن إسرائيل ذلك. طيب، بما انك اتيت على ذكر الفاتيكان، لانه اريد ان اسالك سؤال اخر ايضا فيما يخص الغرب، لكن لانك ذكرت الفاتيكان استاذ يوسف، هنا نسال عن الدور الذي يمكن ان يلعبه الفاتيكان، لانه كما تعلم مؤخرا كان هناك ايضا ترفيع لبعض رجال الدين المسيحيين الكرادله، وكنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل ايضا في المشهديه، هناك تعيين مؤخرا للبطريرك الكاردينال عفوا للكاردينال بيير باتيستا بيتسبالا ايضا في القدس، وقيل أنه له مواقف أيضا مشرفة بخصوص الشعب الفلسطيني وما يتعرض له بمواجهة الاحتلال. هنا أي دور؟ هل الفاتيكان بالفعل قادر أن يلجم هذه الاعتداءات الصهيونية؟ هلا في مسارين، في مسار الدبلوماسي، وانا بتصور الفاتيكان له قوه كبيره انه يقنع اسرائيل ان تتوقف عند حدها، لانه خاصه الكنيسه الكاثوليكيه ووجودها ووجود الحجاج بكثره ومؤسساتها موجوده في داخل ما يسمى في اسرائيل وفلسطين اليوم وفي القدس الشرقيه لها وزن كثير ثقيل. هلا نحن بنتذكر بعد برضه كمان انه قبل فتره، قبل كم من سنه، لسبب ما، لسبب معين، قام رؤساء الكنائس بالاتفاق بين الثلاث بطريركيات باغلاق كنيسه القيامه امام الحجاج. يعني في عندنا وسائل ضغط وفي عندنا وسائل دبلوماسيه، وهذه الوسائل عماله بيجرونا الى انه نستعملها اليوم. الوسيله الثانيه عفوا استاذ يوسف، لانه مهمه، اغلاق الكنيسه من اجل الضغط على الدول الغربيه التي بطبيعه الحال اغلبها يعتنق الديانه المسيحيه، وغريب هذا الصمت صراحه استاذ يوسف. يعني اسمح لي، ونحن نقترب من عيد الميلاد، نحن نقترب من عيد ميلاد السيد المسيح الذي يعني يحتفل به الملايين في الغرب، كيف يبررون نفسهم؟ كيف يبررون انفسهم امام شعوبهم التي تحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح؟ انه مهد السيد المسيح، أتباع السيد المسيح يعتدى عليهم بهذه الطريقة البشعة من قبل المستوطنين ولا يحركوا ساكنا، ويعتدى عليهم فقط لأنهم أتباع السيد المسيح. تأكد أخي أنه نحن كمسيحيين الأراضي المقدسة ورؤساء الكنائس نستغرب مثلك تماما كيف لا يحركون أي ساكن. وأنا بذكرك في كثير من القضايا وكثير من الأحداث اللي صارت أيام ما تم حصار المهد 40 يوم، ما حدا قدر يقول لإسرائيل ترجع الدبابات إلى الوراء. يعني لما القضية توصل لعند إسرائيل كل الدول تكون مكتوفة الأيدي، يعني بالعكس ما نراه اليوم في روسيا وأوكرانيا مثلا. المقاطعة الاقتصادية كله بيهجموا حتى على دولة زي روسيا، أما على إسرائيل ما حدا بيسترجي. وهذه المشكلة وهذا الاستياء اللي نحن بنعيشه كمسيحية أرض المقدسة، كالمسيحية الأصليين في القدس وفي بيت لحم وفي غيره ورؤساء الكنائس. وسأعود إليك أستاذ يوسف أيضا بعد قليل نكمل هذا النقاش الهام والهام جدا مشاهدينا. ما يتفضل به أستاذ يوسف هو يحدثنا من القدس المحتلة، يحدثنا عن هذه المعاناة التي يعيشها كل الفلسطينيين اليوم، نحن نتحدث بالأخص عن المسيحيين وما يتعرضون له من قبل المستوطنين وهذه الطريقة البشعة بالاعتداء على المسيحيين الذين يمرون بمهد السيد المسيح، وإذ بالمستوطنين يأتون ويمارسون هذه العادات البشعة والمقيتة ويتفاخرون بها للأسف الشديد.